نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحدي كابتن ايمن، وتحياتي لجمهورك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن. كابتن ناصر، اخرتها ايه بقى؟ يعني احنا عايزين نعرف اخرتها ايه بجد والله. من الاخر يعني من الاخر احنا نعمل ايه مع التحكيم والفار؟ نعمل ايه؟ تمام يا كابتن، عشان يبقى الكلام كمان مقنع يا كابتن ايمن، احنا هنجيب الحالات التحكيميه عشان الكل يشوف الحالات، مش هنقول كلام بس كده من غير الحالات. انا بس عاوز اقول في البدايه ان الخطا التحكيمي احيانا يؤثر في نتيجه المباراه. طبعا كابتن ايمن، والحكم اللي مش محظوظ ان الفرقه اللي ليها المخالفه تتعادل او تتغلب. طبعا يعني عاوز النهارده النادي الاهلي النهارده لو فايز، حتى لو كان هناك في مخالفه او في ركله جزاء لم تحتسب، هنا الحكم كمان بيبقى طالع مفيش مشكله. ولكن صح، لما يبقى النهارده خطا تحكيمي واضح داخل الصندوق، والنادي الاهلي ما بنتكلمش على النادي الاهلي بس، نتكلم على اي فرقه، احيانا الخطا التحكيمي بيؤثر في نتيجه المباراه. طبعا مش المباراه بس يا كابتن، نتيجه البطوله بالظبط كده، خاصه لما يكون في فريق يعني على سلم الترتيب بيطمح في ان هو يكون اول الدوري. مش هنقول كلام كابتن ايمن، ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم في البدايه مع الحالات، والحالات طبعا بالتحليل هنوصل للمخالفات، هل تم يعني ارتكاب مخالفه في داخل الصندوق لنادي الاهلي. هنشوف دي كانت هتبقى اول حاله معانا، ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم في البدايه. الكابتن جهاد جريش الحكم الدولي، كان على الخطوط كابتن سمير جمال حكم المساعدين المتميزين من منطقه القاهره دولي، وايضا احمد توفيق حكم دولي من منطقه البحيره. عندنا كمان كان الحكم الرابع كان عبيد السيد، دولت الحكام في الانفيلد. عندنا حكام الفار كان طارق مجدي منطقه القاهره هو الحكم الرئيسي، وكان معاه الحكم مصطفى الشهدي من منطقه الجيزه. دول ما جوش النهارده دول. هنشوف يا كابتن ايمن اول حاله معانا، ونشوف ونحلل كده بهدوء عشان بس نوصل للجماهير والمشاهدين هل هناك في مخالفه ولا لا. هرجع تاني. مين خد الكوره؟ ستوب كابتن عادل. المسافه ما بين الحكم والكوره هنا، الكوره دي حباص داخل الصندوق تقريبا قد ايه؟ 30 ياردة. 30 أكثر من 25 من 30. لا أكثر من 30 عادي. لا بعد ما وصلت حوالي 40 ياردة مثلا، 45 ياردة 40 ياردة 30 35. يعني احنا متفقين يا كابتن عادل. مظبوط. طيب أكتر. هل من المعقول انك انت كحكم كابتن عادل كابتن علاء تاخد القرار وانت عندك المسافة دي كلها، وتوصل للتفاصيل الصغيرة للحالة حالة صعبة؟ اعتقد جهاد اللعب عليه صعبة. كويس، هنروح للعبة نشوف الاول هل هناك مخالفه ولا. تمام، يلا نروح يا كابتن كده. صح، فاهم. اذا هنا جهاد جريشه مش موجود خالص. بس عاوز اثبت حاجه، جهاد مش موجود في اللقطه. يلا نروح للقطه الثانيه ونشوف. اهي ستوب. اهي عندنا في القانون حاجه واحده بس يا كابتن علاء، بنقول ايه؟ هل المهاجم نجح في لعب الكره الاول؟ طبعا. هل المدافع نجح في لعب الكره الاول؟ لا. طيب هل المدافع نجح في لعب الكره وبعدين حصل احتكاك؟ انا مش عاوز اتوه الدنيا. لا. ولكن الاصل في الامور ايه؟ ان هنا في مخالفه هنا من المدافع نادي بيراميدز احمد سامي، هنا لم يصل الكره، كره هذه الكره هنا، وهنا الكره في حوزه محمد شريف. انت بتعمل ريسك على نفسك، بتلعب الكره ما نجحش في لعب الكره، وحصلت هنا المخالفه والعرقله واضحه ما فيش فيها كلام يا كابتن علاء. كويس يا كابتن. فاتت على جهاد جريشة وما شافهاش، على الله اسمان كمان اللي هنا، وفاتت على حامل الرايه. فين دور الفار اللي بره؟ بالظبط يا كابتن، انا قلت في البدايه ان جهاد جريشة من تمركزه وهو جاي من بعيد طبعا، احنا قلنا دايما يا جهاد او اي حكم لابد يكون عندك التوقع السريع كابتن اسامه، في لما يكون داخل مهاجم ومدافع لابد انك تعمل كونتر اتاك، السرعه الانفجاريه عندك لابد انك انت توصل وتقرب عشان تبحث عن الحالات اللي هي التفاصيل. اقول لو جهاد النهارده وصل ودخل كان ممكن يحسب ركله جزاء كابتن ايمن. حلو، ولكن عندك العوامل المساعده. بالظبط، خلاص مفيش مشكله. بالزبط. نروح للفار. طبعا. طب انا اسال سؤال، هو هنا يعني انا في حاجات بنختلف فيها كابتن علاء، وممكن 50-50. هذه حاله ركله جزاء مش 50-50، 100% 150 100% مفيش فيها 95-5. ما انا بقول لحضرتك اهو، يعني دي لو بتتحط للحكام في امتحان فيديو تيست، لو عندي 40 حكم 40 حكم هيدوا العلامه بنالتي. طبعا بنالتي مفيش فيها كلام. انا شايف ان هنا ركله جزاء
100% لم تحتسب. ليه الفار ما تدخلش لصالح محمد شريف؟ خلاص ليه الفار ما تدخلش؟ اخرس. لا هو موضوع الفار ما دخلش بقى قصه الفار يا كابتن علاء. اكيد معلش يا كابتن ناصر بعد اذن حضرتك. انا النهارده معلش هقول لحضرتك حاجه. هو اكيد عنده اللقطه دي. والله يا كابتن بشكل الفار. لا يا كابتن ممكن تكون اللقطه دي ما دخلتش. معلش يا كابتن ناصر يعني هو لو مش عنده لقطه زي دي يبقى اللقطات اللي عنده. هو كلام علاء صح؟ تمام. للدليل كمان يا كابتن عايز اقول لك حاجه. في كورة عادية جدا اللي أيمن أشرف شالها بدماغه طلعها كورنر وقفوا دقيقة ونص كلم الكابتن جهاد جريشة دقيقة ونص أو دقيقتين إعادة خمس مرات في كورة عادية جدا ممتاز. أنا بقول يا كابتن خلينا نمشي يا ريت نجيبها. هو أنا السؤال بس يا كابتن ناصر بعد اذنك هي الكورة دي أهي يا كابتن بصوا النبي أهي بص الكورة دي يا كابتن هيوقف وقال لهم تمام مش عايز يشترك تمام في استنى احنا لحظه بس يا كابتن في سؤال مهم عايز اقوله لك. احنا هنمشي بس خطوه خطوه يعني انا شايف ان هنا ايمن اشرف نجح في لعب الكوره يا كابتن مفيش هنا مخالفه خالص كويس تمام. طب عاد ليه والفار لابد انك انت في الاولانيه كنت تراجع مع الفار عشان خاطر يعمل لك كونفيرم على قرار كويس. ولكن انا بقول ايه انا بقول ان هنا يستمر اللعب هنا مفيش مخالفه انت جبت اللعبه بسرعه ولكن انا بس هرجع للحاله الاولانيه ماشي الحاله الاولانيه يا كابتن نروح للحاله الاولانيه يا كابتن سمير ونشوف ان كابتن جهاد انت بتراجع حاله من الحالات المهمه كان يجب حاله محمد شريف مع احمد سامي كان يجب انا بقول بس هو كابتن جهاد مش كابتن جهاد مش المسؤول عن دي ايوه علاء يعني كابتن جهاد مش مسؤول عن اللعبه دي على فكره كابتن احنا قلنا الفار يا كابتن هنا ايوه الحاجه احنا الفار ده حاجه مساعده مفيش كلام مفيش كلام يعني دلوقتي عشان بس يعني كل واحد ياخد حقه اللقطه اللي عليها الجد هي مش جدل هي بنالتي دي مش كابتن جهاد لا طبعا خالص لا يعني لا ممكن التمركز ما حضرتش هيحطها طبعا بعيد شويه يعني. لكن هو أيوة. الفار هيتدخل امتى؟ تمام انا قلت في البدايه كابتن ايمن كابتن عادل قلنا الحكم يبعد 35 يارده كويس هذه حاله من حالات التفاصيل الصغيره قوي قوي تمام. صعب على اي حكم يوصل لها اجراءاتها أنا ايه النهارده بقى يا كابتن أنا اجراءاتها ايه قول لنا عليها اجراءاتها اللعب توقف كان أيوة. يجب يعمل الحكم مراجعه مع الفار ويأكد على هذه الحالة هو اللي يقول ولا الفار اللي يقول لك لابد لا الفار يا كابتن الفار لابد يعني الفار اللي يقول الفار يتدخل في ايه؟ هدف او مش هدف ايوه ركله جزاء او مش ركله جزاء هنروح بس هنا ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ ركله جزاء طب انت لازم تتدخل فيها الاربع حاجات اللي البروتوكول بيتكلم فيهم كابتن عادل ايه؟ هدف او مش هدف صح ركله جزاء او مش ركله جزاء الطرد الطرد المباشر الهويه المفقوده مظبوط دي حالة من ضمن الاربع حالات اللي القانون او البروتوكول بيتكلم فيهم طب يا كابتن هل المساعد هنا مش قريب منها ممكن يرفعها كابتن ده انا معايا فار انا عارف الفار انا المساعد احنا قلنا كابتن جمال كابتن جهاد جريشة ممكن تروح عليه بسرعه اللعبه وشكل الكره طلع كده فهو ما خدش باله من الاحتكاك ده سمع. هل اللاينز مان مع الفار يعني صعب صعب حتى لو مش صعب بص كابتن بعد كده الفار في كوره اسامه في كوره النهارده خرجت خرجت اوت انا بقول ايه لو النهارده مفيش فار كابتن اسامه طاقم التحكيم في الاون فيلد سواء الحكم مساعد رقم واحد مساعد رقم اثنين الحكم الرابع الكل بيتعاون في تحقيق العداله طبعا. اللي هي التحكيم انا شايفها قريبه حتى لو الحكم مساعد هنا ممكن ممكن في الكوميونيكيشن يقول مثلا مش شايف مخالفه بصرف النظر عن دي يمكن حاله صعبه شويه انما لو حاله يعني لو ما فيش فار والحاله واضحه اسامه المساعد بتاعه الفار طبعا اسامه هو اعتمد هنا على كابتن جهاد عشان كده ملوش هو اتدخل يا مان كابتن ايمن ناصر ممكن لحضرتك حاجه احنا عاوزين نقول ممكن لحضرتك حاجه ثانيه واحده عادي اتفضل ثانيه ممكن لحضرتك حاجه هو كلها كده على بعض المبدا مرفوض ان هو يرجع للفار والفار يقول ان في بينالتي الباكج كله كده باللاين مان بالحكم بالفار مرفوض المبدا ان انت تاخد حقك او الفرقه ماليش دعوه بالاهلي تمام الفرقه اللي ليها ضربه الجزاء دي مرفوض المبدا بتاعها كلمه صغيره بس يا كابتن ناصر اقول لك حاجه اتفضل انت تتكلم على ان المفروض مين اللي يندار الفار صح الفار طب. انا بقول لك الفار معمول مش عشان النادي الاهلي واسمع مني في مباراه بيراميدز النهارده مفيش فار للنادي الاهلي في فار على النادي الاهلي وهات كل الحالات وراجعها ولو هات لي حاله النادي الاهلي اتعمل له فار النهارده تمام كابتن عادل حصل حاله تمام كابتن عادل طبعا ما حصلش ولا حاجه بنتكلم بنقول ان هنا كان يجب على الفار التدخل ودي مفيش فيها هزار دي حاله ركله جزاء 100% وكان يجب حتى انا كحكم كابتن اسامه انا كمان بحس اللعبه انا اللي بطلب كمان من الفار اقول له من فضلك شيك على اللعبه دي انا كحكم لو انا ما طلبتش الفار موجود انت جاي ليه الفار جاي عشان هذه الالعاب اللي هي الايه اللي قد ممكن تؤثر في نتيجه المباراه هم دول اول مره يقعدوا جوه هنا
كابتن الكابتن طارق مجدي على فكره ده حكم فيديو فار، يعني حكم دولي، حكم من دولي. ما انا عارف فكره طارق حكم على فكره طارق كمان حكم في الملعب هايل جدا، حكم كويس كويس جدا جدا. انا ما اعرفش ايوه هايل، انا بقول حاجة بس في حاجه غلط. الامر ان الفار النهارده مش معمول للاهلي، ما هو ده ما هو ده معلش يعني حاجه غلط في التقنيه، حاجه غلط يعني. انا شايف ان ما هو ده يشككك، مش ممكن ابدا طارق يشوف اللعبه دي كده وما يجيبش الحكم. يا كابتن ما عندوش فار للاهلي، اسمع مني طبعا. واحنا ليه يا جماعه بنتكلم؟ انا بتكلم كلام صح. تمام والله ما في فرق للاهلي هنا كابتن، ان هنا حاله من الحالات اللي كان يجب احتساب ركله الجزاء للنادي الاهلي لم تحتسب، وقد تؤثر او اثرت في نتيجه المباراه، نتيجه المباراه طلعت اتعادل. نروح للحاله الثانيه، يلا دي الاوت دي بتقول الايمان شايفها وما متكلمش. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا، دي بردك حاله بردك عليها علامه استفهام. انا كحكم مساعد حتى ده انت حظك حلو، انت واقف في التمركز اللي بينك وبين خط المرمى يارد، والكره قريبه والكره تعبر خط المرمى بالكامل. هو احنا ليه بنعمل مشاكل نفسنا يا كابتن عادل؟ طب خلي ان الكره دي اقول لك عليها اسامه، خلي ان الكره دي اتعملت اوفر جت جول، راح جت جول عملت مشكله. لا ما البار بقى، لا لا البار بقى ساعتها هيتكلم، البار هيتدخل. اه البار هينطق ساعتها. لا 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 فين يا جماعه؟ انا بقول ان هنا انا بقول ان هنا ان هنا الكره عبرت بكامل محيطها كابتن، بكامل محيطها ده بشويه كمان، يمكن ما فيش كمان جزء منها على الخط ويمكن بشويه كده زي ما كابتن اسامه قال. كابتن ناصر هو في حكم بيقول لايمان ما تديش يا فندم، ممكن يبقى في اتفاق قبل المباراه لو في حاجه ما تدينيش او اي حاجه. هو الحكم بيدي تعليمات او بيبقى ليه طلبات مع الحكام. ساعات انا سمعت كده ممكن يقول له انا طالما قريب، طالما قريب، بس دي 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 اهم من اهم وظائف الحكم المساعد كابتن، ان هي كوره تعبر خط المرمى سواء كان بين القائمين او تحت العارضه او تعبر خط المرمى او تعبر، هي دي اهم واجبات الحكم المساعد. دي حاله من الحاجات برضك احنا بنقول ان المساعد احمد توفيق انت حكم متميز يا احمد، لا يجب عليك انك انت تسمح باستمرار اللعب في حاله كانت ممكن تعمل مشكله كابتن علاء لو جت، يبقى هيديك البنالتي. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده نشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا. ستوب، دي لازم انذار. هروح نشوف جهاد الراجل، الراجل دي الفاول رايح على الجون بتاعنا هنا. جهاد يا كابتن هنا برضه مفيش ادفانتج بعيد ها. والحاله هنا قلنا دايما الحكم لابد ان يستشعر كده ان هناك ممكن يحصل فيه احتكاك تهور اهمال، يبقى انا لابد ان انا اقرب اجي هنا هبحث عن التفاصيل هلاقي هنا في الاعاده نشوف هل هنا في بطاقه صفراء. كابتن ناصر سؤال معلش قبل ما حضرتك تتكلم فيها، هو كابتن جهاد جريجا يعني بعافيه بدنيا شويه ولا حاجه ولا؟ بالعكس كابتن جهاد جريجا من افضل او من ضمن افضل الحكام على مستوى افريقيا، البدني عنده عالي جدا. يمكن اهم ما يميز بص حاطط رجله اهم انذار رسمي. حاول بس حاجه كابتن ايمن في مناسبه، انا مش شرط يكون البدني عندي عالي يا كابتن علاء، بس ممكن البدني عالي بس ما عنديش التوقع مظبوط او القراءه. ما انا عشان اكون انا مثلا هنتكلم سمير عثمان مثلا أو الحكم دولي ما كانش البدني عالي عالي، ولكن كانت بص تلاقيه في المكان مزبوط. في المكان في المكان نتيجه التوقع الجيد للحالات. وسمير كان لعيب كوره قبل كده بيروح في المكان وهو عنده اللياقه البدنيه مش عاليه. جهاد من ضمن الحاجات اللي هي يميز جهاد هو عنده لياقه بدنيه عاليه جدا جدا، يمكن واحد من افضل الحكام في افريقيا اللي عندهم لياقه بدنيه. كان عنده سد النهارده شكل نشوف الحاله الماشيه نشوف ده انذار رسمي هنشوف. صب هرجع تاني كابتن هنا نشوف انتواي و بيكهام ستوب هنا، يمكن خففت الوطأة شويه ان في جزء من الكعب القدم على الارض والجزء الثاني ملمس هنا، ودي بنتكلم في تهور كابتن كان يجب انذار لاعب النادي بيراميدز للتهور. دي حاله من الحالات اللي يمكن عدت جهاد في المباراه. يلا نروح لي اللي بعد كده. انت حاجات كتير ودي مفيش حاجه روح دور في بقه. هو انا بس عاوز اسال حاجه، هو جهاد عشان بس نوضح كمان عشان احنا نبقى منصفين، نرجع من اللعبه خالص من الاول ونشوف. هرجع من الاول خالص اللعب الاول، هو عمل اتاحه فرصه في الاول مظبوط، عمل اتاحه الفرصه ماشي هنمشي تمام 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 ماشي اوكي هي تمام. فاول مرتين هنا ستوب صح هرجع تاني. لا مش قوي كده ماشي دي هقول لك وتقف اقف بس ماشي ماشي كمان 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 ماشي ماشي ستوب. هو هنا جهاد شاف ان في مخالفه للاعب النادي الاهلي ماشي اوكي سمح باستمرار اللعب. نروح طيب بعد كده نروح ماشي
راح مصفر. صفر عشان يرجع للمخالفه الاولى. طيب انا هنا يعني السؤال بس، هو انا مش كان ممكن احسب المخالفه من هنا وادي فيها طبعا ولا ايه الموضوع؟ طبعا طبعا ده وضع طبيعي بالظبط كده طبعا. يعني الصفاره لو ما طلعتش وهنا في مخالفه تمت احسب التهور، كان لابد ان انا احسب المخالفه هنا وادي فيها البطاقه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف زي ما قلت، هو هنا اتاح الفرصه بالنسبه للاعب، وهنا نشوف القدم هنا في مستوى الوجه، والوجه طبعا منطقه مش محميه، وبالتالي انا شايف ان هنا في بطاقه صفر. يلا يدخل بقى على دي شريف. انا ابيض ما فيهاش حاجه خالص شريف. يوقفها هنشوف يوقف. هذه الحاله ايضا، هذه الحاله من الحالات تطلع فوق عايز اشوف المهمه جدا جدا يا كابتن. نركز هو حسبها دايركت. ها نركز. لا هو حسب ان في مخالفه الدفاع لكن ما رجعش للفار. ها لان دخل الجونيه ما فيهاش والله. ايه بص ادي الشيخ على طول. هرجع بس واحده واحده، هرجع كابتن بس من الزاويه اللي احنا قلنا عليها بعد اذنك. بص بص يا كابتن شريف، بص هنرجع. بص ايد شريف الاول. بص ستوب. ماشي نمشي نمشي ستوب. بس كابتن هنا لاعب بيراميدز المدافع هو مش شايف اللي جاي، بس ده معترض بوالي. بس انا كلاعب ذكي جدا 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 ذكي. هو احمد سامي على فكره ذكي جدا. هتقول لي هو وقف مكانه، هقول لك يقف، بس فرق ان انا اقف في مكاني وما اشوف المهاجم جاي وارجع سنه، او انا احاول اعطل صح المهاجم. دي بص كمان كتفه يا كابتن، دي في البدايه. هنا بنشوف هنا في تعطيل للمهاجم، المهاجم يطلع يعمل تكوف كابتن اسامه عالي. سنه وقوف المدافع للتعطيل ذكي جدا جدا جدا. خلي بالك وانا بطلع في الهواء اي لمسه للمهاجم تغير اتجاهه. طب حقيقي حضراتكم كلكم لعبتوا كوره وعارفين. هنا هنشوف اول حاجه، هنا على الرغم ان في تعطيل هنمشي، هنمشي تاني ونشوف. هنشوف يا كابتن. ها ستوب. كابتن بنتكلم على بص والله حارس المرمى طبعا، عشان بس ندي مفهوم للناس. احنا قلنا حارس المرمى، البعض يقول يا كابتن اسامه ان حارس المرمى ليه حمايه خاصه وليه حاجات كده، يعني كلام كتير بيتقال في منطقه الست يارده. بنقول الكلام دوت في حاله واحده بس، عندما يكون ممسك بالكره مزبوط. لا يجوز كتفه ولا 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 كلام مزبوط. ولكن عندما يكون هناك تنافس على الكره، تنافس على الكره، ومش عايز اروح لالعاب ثانيه للنادي الاهلي، شفت انا شايف ان هنا في تنافس على الكره بدليل ان هنا نمشي بقى، نمشي باللعبه شويه، نمشي باللعبه شويه. شفت هنا الكره وقعت والله. بص يا كابتن، وهنا حتى هنا يمكن شريف حتى لما وقعت الكره حاول ان هو يلعب الكره، إذن الدفع دوت كمان ما اثرش على قدره اللاعب ان هو يلعب الكره. شايف حالات قد نتفق وقد نختلف، ولكن هنا همشي مع الحكم في لعبه العاب قبل كده حصلت قبل كده للنادي الاهلي، اتحسبت فاول على النادي الاهلي وهدف تم الغائه. ايمن اشرف انت معايا يا كابتن؟ صح تم الغائه. طيب اوكي، هل هذه اللعبه دي زي دي؟ صعبه جدا جدا جدا. انا شايف ان هنا في تنافس على الكره كويس، وهنا مفيش القفز ولا الدفع ولا 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 كويس. ولا اي حاجه من الحاجات دي كده. فين دور الفار هنا بالظبط كده؟ احنا قلنا كابتن هل الكابتن جهاد صفر بعد الكره ما دخلت، ولا صفر الكره في الهواء؟ ده ممتاز جدا يا كابتن. احنا بنقول، انت قلت حاجه مهمه جدا، في حاله الهجوم او بناء الهجوم او يكون في هجمه، لابد انك انت لو مساعد بتعمل دليل القرار، لو حكم بتعمل دليل القرار لحين انتهاء الهجمه. انما لو كان الحكم صفر يا كابتن اسامه تاني معلش قبل الكره ما تيجي جون، هو كده قتل اللعبه بالظبط. هو ما صفرش، والفار ما دخلش. لا هو صفر بعديه، هو صفر بعديه ما دخلش. وانا شايف ان هنا انا من وجهه نظري هنا صحيح. هدف كان يجب احتسابه للنادي الاهلي. شايف ان هنا الالتحام والمنافسه منافسه عادله، ده بيكافئ اللعيبه بين المهاجم، ده بيكافئ الخصم. لا ما حرام. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، انا عايز اقول لك حاجه معلش. بص برده فضل. احنا مظلومين في كره زي دي وضيعت مننا نقطتين تمام. والكلام ده حصل اكتر من مره معلش. ما احنا بقى احنا بنتكلم لان الكلام ده حصل كتير تمام. ولكن حتى بص طريقه اعتراض لعيبه النادي الاهلي. لا طبعا هو كان سلوك النادي الاهلي واللعيبه النهارده كلها ملتزمه جدا بالقرارات، وما فيش ابدا حد خرج عن السلوك الكابتن ايمن، وده سمه لعيبه النادي الاهلي في كتير من المباريات. ده لازم كان حد يروح يقول للحكم ارجع للفار بالظبط. لازم بالظبط كده. ما هو الفار هنروح للحاله اللي بعد كده خلاص اوكي احنا حسمنا الامور. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا طبعا طبقا للقانون ان المهاجم سذاجه لا يجوز ان يسجل هدف بالايد، واحنا بنتكلم هنا في حاله
من الحالات اللي هي يعني بقول برضك للاعيبتنا لو انت في المنتخب او انت في مباراه مهمه ملوش اي لازمه ابدا ابدا هذه الحاله طبعا طبقا للقانون هنا انذار صحيح في هذه الحاله طبعا احنا شايفين اللاعب هنا بيلعب الكره بايديه ومتعمد ان هو يلعب الكره في الحارس وهنا الانذار كان انذار صحيح نروح نمر ونروح للحاله اللي بعد كده هنا حصل يعني اعتراض وجري وحاجات كتيره ويمكن جهات هنا كان حاسم جدا جدا ليه كان حاسم يعني هرجع للقطه تاني الاولانيه يا كابتن ايمن ايوه هرجع تاني نشوف هنا الكره اتعملت شيب كده من فوق راحت شوف جهاد ستوب بص جهاد يا كابتن بقى شوف التوقع بقى والحرص بقى هو رايح فين هو بيجري بص ازاي وجاي هنا عشان يشوف التفاصيل بالظبط احنا قلنا دايما هو الحكم كده ما شاء الله يجري عشان يبحث عن التفاصيل هو هنا راح جاري نمشي 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 جه هنا ستوب ستوب جه فين افضل زاويه رؤيه ليه مظبوط هذه المنطقه مظبوط عشان يشوف التفاصيل وبالتالي انا ان شايف ان هنا ما فيش مخالفه وكان قرار جهاد باستمرار اللعب كان قرار صحيح كويس يا كابتن تمام ماشي على الاهلي دلوقتي يا كابتن احنا في خلال 8 او 9 مباريات كان في ظلم بين واضح على الاقل في 3 مباريات كويس انا كنادي اهلي دلوقتي انا حقي راح اللي جاي انا كنادي اهلي هعمل ايه اخد حقي ازاي شوف كابتن ايمن في البدايه طبعا هو انا بتكلم النهارده هذه المباراه هناك خطا واضح جدا جدا وانا بقول ان هذا الخطا مؤثر يمكن انا 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 بقول لك هذا الكلام وانا يعني صعبان عليا لان يعني مش من غير ما اقول ابدا طاقم التحكيم النهارده بالكامل في ركله جزاء واضحه جدا جدا للاسف الشديد هم حظهم مش كويس اثرت في نتيجه المباراه كابتن ايمن كويس يعني انا بتمنى بس كابتن اني ان كان هناك في تقنيه جديده ان كان هناك في تدريب جديد ان كان هناك في اليه جديده تدي التحكيم الامكانيه في ان هو يدي القرارات الصحيحه نتمنى بقى الفتره الجايه كان هناك توقف ولا حاجه لان انا على حد علمي ان التقنيه اللي موجوده هم طبعا اتحاد الكره الموجود هو مش مقتنع اصلا بيها هذه التقنيه تنقصها حاجات كتيره جدا جدا كويس وبصدد ان هو يتعاقد مع شركه من الشركات الكبيره واعتقد ان هيبقى في شغل كتير جدا للفار في الفتره اللي جايه يا كابتن ايمن كويس ولكن احنا بنقول للحكام من فضلكم يعني انا بقول الكلام ده لجميع حكامي اخواتي يعني ارجو ان قراراتك لا تؤثر في نتيجه المباراه النهارده انت حظك وحش ان النادي الاهلي اتعادل لان هناك ركله جزاء لم تحتسب ما فيش فيها هزار ولكن النهارده ركله الجزاء او النقطه كابتن ايمن تيجي في الاخر ممكن فرقه بتضيع بطوله وفرقه بتصعد طبعا فاذا لابد ان احنا نهتم من فضلكم لجنه الحكام شغاله مع الناس بتشتغل مع الناس بشكل كويس بتجيبهم بتحضرهم طب ايه المطلوب تاني بتجيبك وبتقول لك الاخطاء اهي والتحليل اهو والمفروض تعمل كذا وتعمل كذا يعني كويس. انا مش هنزل العب في الملعب كحكم كلجنه حكام ولكن انا دور كبير جدا للحكام يهتموا ويركزوا وكل واحد يلعب عشان خاطر اولا اسمه في التحكيم كابتن لما بتعرض هذه الحالات وبيعملوا تقييم لحكم المباراه او الحكام كلهم مع بعض ما بيجيبولهمش لقطات مثلا طريقه التعامل بره في المباريات العالميه الفار بيعمل ايه الحكم جوه الملعب بيعمل ايه في حالات زي دي بالظبط اخر مره حصل لجنه الحكام عملت اجتماع وجابت كل الاحاديث اللي كانت كمان مش بس الحالات التحكيميه كابتن ايمن جابت الاحاديث اللي كابتن علي اللي هي مرت ما بين الحكم والفار يعني ايه اللي اتقال هم عايزين يوصلوا لوردك نقطه مهمه يعني هو الفار مفهومه ايه او حكم الفار مفهومه ايه والحكم مفهومه ايه عشان يقدروا ان هم يقربوا كمان لان الاخطاء هنا والفروق الفرديه بتختلف كتير جدا جدا عن حكم وحكم مساعد او حكم الملعب حكم الملعب عنده موهبه وتحكيميه وعالي جدا وحكم الفار قليل شويه فالنهارده بنقول ايه كمان في نقطه مهمه بنزل كلام كابتن ايمن لابد ان انا راعي ان انا احط حكم الملعب انفيلد ومع حكم الفار الاثنين يكونوا قريبين جدا جدا من المستوى التحكيمي ومن الموهبه التحكيميه وما يكونش في فروق بعيده ما بين الاثنين ده هيسهل مهمه التحكيم ولكن برضك في الاخر بنقول احنا مش بنهاجم التحكيم احنا مع التحكيم وبنسند لجنه الحكام ومع حكامنا ولكن بنقول الاخطاء المؤثره دي اكيد بتعمل مشاكل لبعض الفرق
شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا يا كابتن ناصر كالعاده. شكرا كابتن، شكرا، ربنا يخليك. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن مباراه الاهلي وبيراميدز.